السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للي يتذكر هذا المكان صالحي اوتو تحديدا ولاية ورجلة، طبعا في اخر ولاية ورجلة تحديدا بالقرب من المحطة الخاصة بالحافلات بولاية ورجلة آه راح نخليكم صفحته على الفيسبوك وايضا على الانستجرام في اسفل او في علبة الوصف، اي استفسارات حول السيارات طبعا بائع متعدد العلامات بالنسبة للسيارات فيوجد علامات كثيره اول سياره رح نبدا بها واللي طلبتوها كثيرا فرح نستعرض قدامكم اللي هي المواصفات فقط فاذا معلومات اكثر ايجابيات سلبيات فالصراحه تحتاج الى تجارب فان شاء الله مستقبلا يكون هذا الشيء حاليا ان شاء الله راح نذكر فقط المواصفات الخاصه بالسيارات طبعا اول سياره راح نبدا بها واللي هي سيات ارونا طبعا اللي قدامنا واللي هي سيات ارونا الصراحه سياره شبابيه ما شاء الله تم او بدا تركيبها مؤخرا عندنا هنا في الجزائر سيات ارونا تتوفر عندنا في الجزائر بفئتين الفئه الاولى واللي هي السيتي الفئه الثانيه واللي تم انتاج على ما اعتقد مؤخرا اللي هي الاكسيلانس والفئه الثالثه واللي هي الاف ار اللي معانا اليوم طبعا اول شيء نبدا به واللي هو هذا الترميز اف ار في مره صديق قال لي يعني على ان المحرك ديزل او ما شابه ذلك لا اف ار هي اختصار لكلمتين فرونت انجي رير ويل درايف يعني محرك في الامام والدفع يكون خلفي هذا بما يخص اف ار طبعا شركه سياط غنيه عن التعريف انضمت في اواخر التسعينات الى شركه فولكس فاجن او اشترتها شركه فولكس فاجن العملاق الالماني فصارت الكثير عليها من التحديثات تحت هذا الصانع طبعا الاختلافات كثيره منها في الاضواء منها في الجنود من منها في المرايا منها في الداخليه ما بين النسختين النسخه اللي معانا اليوم ذكرت على انها الاف ار ففي مقدمه السياره ما كملاحظين اضواء ال دي ما شاء الله على مستوى السياره يوجد كشفات ضباب ويوجد ايضا حساسات في اسفل السياره طبعا في المقدمه ايضا يوجد رادار امامي في مقدمه السياره فتقريبا هذا ما يوجد في المقدمه اما بالنسبه للجانب واللي هو ايضا يعتبر شيء مميز اللي هي الجنود كشكل وأي ايضا كمقاس فالسيارة تتوفر بجنود بمقاس 18 انش وايضا عبارة عن اقراص بالنسبة للمكابح شكلها والله الصراحة اعتبره ممتاز جدا في الجانب يوجد اللي هي المرايا الجانبية عليها الغماس فقط يوجد بايبات في الاعلى فوق سقف السيارة دخول ذكي بالنسبة للسيارة فتقريبا هذا ما يوجد في الجانب ايضا بالنسبة للجنود او معذرة الاطارات الخلفية كذلك مكابح يعني كلها اقراص فهذه الصراحة ميزة ممتازة في هذه السيارة بالنسبة لخلفية السيارة ايضا الصراحة شكل أعتبره عصري يعني كتقييم شخصي بالنسبة لها أيضا الأضواء ما ملاحظين هوية شركة سيات متواجدة يعني تحس ما أنه بعيد على اليوم وأيضا إيبيزا يوجد أيضا جناح على الجانب ما ملاحظين أيضا يوجد هنا عندنا هذا الحرف صراحة على الألمنيوم. فعاطي السياره منظر اكثر من رائع في الاسفل يوجد اللي هي دبل شابمان على مستوى السياره يوجد ايضا حساسات خلفيه وايضا يوجد اللي هي كاميرا خلفيه هذه من بين الميزات اللي تكون على السياره عندنا رمز الشركه اكيد موجود طبعا هذا هو مفتاح السياره ايش فيه في الاغلاق وايضا فتح الباب الخلفي وايضا الاغلاق او الفتح السياره المركزي اغلاق وفتح وايضا فتح الباب الخلفي فهذا فيما يخص فتح الباب الخلفي فعن طريق الزر هذه خلفيه السياره والله مساحتها بالنسبه لها كسياره يعني كروس اوفر جدا جدا جيدة يعني اعتبرها بالنسبة للمساحة راح يظهر امامكم رقم بالتحديد مش أنتنا هذا شكل شبك لتثبيت آه الأغراض في الآخر أيضا يوجد هذه الستارة تقريبا هذا ما يوجد في خلفية السيارة أما بالنسبة للصف الخلفي بالنسبة للمقاعد في السيارة فماكم ملاحظين المسافة يعني الكرسي أو المقعد راجع إلى أقصى حد إلى الخلف فهذه بالنسبة للداخلية إذا كان المقعد الأمامي راجع إلى أقصى حد فالصراحة ماكم ملاحظين لا يوجد ولا فراغ او بالنسبة للمساحة فتعتبر ضيقة نوعا ما بالنسبة للمساحة في المقاعد الخلفية اذا المقعد راجع لأقصى حد نتحدث عن دبدوب يعني يجلس الامام ما نتحدث عن اشخاص عاديين او بقامة متوسطة طبعا السيارة كلها بمقاعد قمشية فماكم ملاحظين يوجد عليها هذه التطريزات يعني لو تلاحظوا هي بسيطة لكن عاطية شكل جدا ممتاز بالنسبة للمقاعد فكما ماكم ملاحظين اما بالنسبة للمساحة نتحدث عن الارتفاع الخاص بالسقف تقريبا شبر يعني اكثر من خمسة اصابع يعني حوالي ستة وسبعة اصابع بالنسبة للارتفاع فالصراحة واسعة من ناحية الارتفاع واسعة جدا وليست واسعة فقط بالنسبة للمنافسين اكثر الاشخاص اللي سألوني عن هذه السيارة سألوني ما بين سيات ارونا وهيونداي اكريتا صراحة سيات ارونا فيها تنقصها بعض المواصفات منها مقاعد جلد وايضا محرك ديزل اذا صار عليها هذين الشيئين فالصراحه بالنسبه للخامات وبالنسبه للكواليتي افضل نسبيا من هيونداي اكريتا هذا رايي الشخصي احترم كل الاراء حول هذا الشيء فتقريبا هذا ما يوجد في خلفيه السياره طبعا الزجاج الجانبي عليه بعض التظليل نسبه ضعيفه لكن عليه تظليل بالنسبه للزجاج الجانبي فهذا في خلفيه السياره خلينا نشوف سياره من الامام اما بالنسبه للصف أمامي من السيارة صراحة تحس على انه السيارة فيها مواصفات راح نوريكم الشكل لكن كمقارنة انا من العادة دائما حتى لو يقولوا لي مقارنة ما بين بوغاتي تشيرون وما بين ماريتي او التو ما نخلي المقارنة بعيدة دائما نقول هذه نحط شوي لكن الصراحة انا ما بين السيات ارونا وما بين هيونداي كريتا اول مرة يعني نحس انه في فرق كبير بينهم من ناحية المساحة هيونداي كريتا افضل لكن من ناحية المواصفات ومن ناحية الشكل تحس على انها سياره عصريه سياره ما تحس يعني لما تركب فيها تحس على انك ركبت سياره متغيره بالنسبه لداخليه السياره يوجد عندنا هنا التحكم المركزي بالنسبه للزجاج ايضا بالمرايا يوجد عندنا قبضه من الكروم صراحه جيده يوجد هنا عندنا قطعه بلاستيك جايه على شكل رمادي ايضا هنا اللون الاسود المفحم يوجد عندنا تطريزات بالاحمر صراحه مميزه جدا على نسخه الاف ار يوجد عندنا هنا التحكم بالاضاءه بالنسبه عددات السيارة ماكم ملاحظين يوجد عندنا هنا شاشة وسطية عليها معلومات الرحلة بإمكانك التحكم بها عن طريق أزرار المقود فماكم ملاحظين يعني على مستوى السيارة يوجد عندنا هنا التبديل ما بين الشاشتين فيعني التحكم بالشاشة عن طريق هذا الزر فيوجد الكثير من المواصفات نظام المعلومات هذا الاستهلاك يرجى التزود بالوقود طبعا السيارة جديدة ففارغة بالنسبة بالنسبه للبنزين هنا توصيل الجوال طبعا الكونكتد اكيد موجود يوجد عندنا هنا الحراره ومستواها ما كم ملاحظين فهذا شكل جديد وعصر الصراحه الشاشه الوسطيه اعجبتني آه كثيرا فهذا فيما يخص عداد السياره وايضا آه عداد الار بي ام ال يوجد عندنا هنا الخاص بالخزان الوقود يوجد البوق في الوسط يوجد اللي هي بصمه الاف ار تطريزات على مستوى مقود السياره هنا يوجد عندنا نظام الكونكتد الصراحه ايضا جدا ممتاز فبالنسبة لوسطية السيارة يوجد عندنا فتحتي تكييف طبعا يوجد اربع فتحات تكييف لا وجود لفتحات التكييف في خلفية السيارة يوجد ساعات على مستوى الطبلون باشكال مختلفة مقاس ستة انش بالنسبة للشاشة نظام تكييف الكتروني فما كم ملاحظين يوجد عندنا العديد من المزايا على مستوى هذا النظام أه هنا يوجد عندنا يقول لك الخاص بالمقاعد يوجد عندنا مدخل مدخلين يو اس بي ومدخل اي او اكس بالنسبة لأسفل السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي وهذه الخاصية جديدة على مستوى سيات أرونا فهنا بإمكانك أيضا في المواصفات تدخل إما يدوي أو أوتوماتيكي فهذه من بين المواصفات يوجد عندنا القفل المركزي هنا التشغيل عن طريق الزر في السيارة يوجد عندنا هنا الحساسات فصل الحساسات الخاصة بالسيارة يوجد عندنا بالنسبة لمساحة التخزين يوجد عندنا هنا مكان الكوب وايضا هنا يوجد عندنا مساحة صغيرة ايضا على مستوى الباب اكيد يوجد طبعا في الجهة الاخرى يوجد اللي هو كتالوج السيارة يوجد فتحتي تخزين على مستوى الابواب فتقريبا هذه داخليه السياره طيب بالنسبه للمعلومات الميكانيكيه حول سيات ارونا سيات ارونا تتوفر بمحرك وحيد واللي هو آه بنزين يكون 4 سلندر 1.6 لتر بالنسبه لساعه هذا المحرك بقوه آه 110 حصان اما بالنسبه لعزم الدوران يكون تقريبا 155 نيوتن متر صراحه بالنسبه للمحرك على هذه السياره جيد آه بالنسبه لمحرك هذا الام بي صراحه كلام كثير في آه مواقع التواصل الاجتماعي صاير عليه أنا لما نشوف أشخاص ينتقدوا نقول لهم مش هو يعني المشكلة اللي فيه يقول لك قالوا فيه يعني أشخاص ما جربوا حتى أنهم يكسبوا هذا المحرك ويقولوا على أنه فيه كلام فأنا الصراحة لم أقتنع بالكلام فقط يمكن انه بالنسبه للاستهلاك هو الشركه تقول آه كمتوسط استهلاك بالنسبه لهذا المحرك 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر يعني بالنسبه لمتوسط استهلاك البنزين اما بالنسبه للعيوب الاخرى صراحه انا لم اجد عيوب تقنع على انها موجوده فصراحه هذا بالنسبه لرايي العام نتمنى ان نجرب هذا المحرك مستقبلا ان شاء الله فهذا ما يوجد حول سيات ارونا طبعا ذكرت على انها تتوفر بثلاث فئات أذكركم لانه اللي معي الاف ار غنيه بالمواصفات فيمكن الست تكون اقل شوي وايضا الاكسلانس على ما اعتقد الاكسلانس هذا الشيء فهذا بالنسبه لي تقييمي العام لسيارة ارونا اشكركم على المشاهده وان شاء الله مستقبل نجربوا هذه السياره لكي تكون عندنا نظره عامه وايضا نظره اكبر بالنسبه للسلبيات وايضا حتى الايجابيات في السياره فشكرا لكم على المتابعه جمعة الخير الاخير اذكركم هذا حسابي على الانستغرام لا تنسوا الاضافه ولا تنسوا الاشتراك في القناه بالضغط على زر سبسكرايب ولا تنسوا اللايك اكيد نختم كالعاده هذا المقطع بالصلاه والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله دمتم في رعاية الله وحفظه السلام